في الاخر مش يتعجل مش يتعجل حل ما عندكش حل ما عندكش حل ما عندكش اختيار صحيح. يا تلعب يا تخلي زماني اليوم انت مسؤول راه مسؤول مش سبورتير مسؤول ولا رئيس فريق كما ترجي الرياضي التونسي مش نفس الطريقه يخمم بها سبورتير سبورتير ينجم يكون ما يخمم لا شعوريا يخمم بالغيره يخمم بالحب ما يعرفش العواقب اللي تنجم تصير المسؤول يزمي يقرا حساب كل شيء يزمي يقرا كلها صغيره وكل كبيره شنو العواقب تنجم تنجر عليها شنو معناتها كيما ما لعبش المباراه شنو المخالفات نتاعها شنو العقوبات تنجم تتضر بها الترجي يقيك نرقدوا هو تعرف وانا اللي عجبني في الموضوع حسب كيما كان يحكي وليد قرفال انا تقرسم للترجي والله موقف مشرف جدا للترجي انه مالجري انه تعرف معناها راهو العقوبات وغيره وتنجم كانت تهدد بالتصعيد راه فما حتى اشكاليه ولكن ولكن لهنا انه تطلع خاسر في النازل فوالا معناها لهنا فما فما اتزان كبير فما رزانة باش كما قال ناصر باش اداره مال هي باش الفرق بين الاداره وبين الجمهور هنا اللي تعرف كيفاش تاخذ قرار وكيفاش تاخذ قرار وثاني شيء هذا ريتو اللي يتكلم اللي يقول لا وكان لازم ما نلعبوش كان غدوه ترجي تاخذ قرار تقول لك سيدي مانيش لاعب لا تقول لك مانيش لاعب تيو عليه انت ولعبت وخسرتنا في عقوبه وخسرتنا في دو مليار كنا نجم باش نربحوهم مش هكا تمشي الترجي في التوجه وما تلعبش وتتعاقب الترجي وتحرم بالشارك في الشامبيونز ليغ يقولوا ما هو مين قلت لك عليه وكيفاش واش بيته لابد معناتها اليوم فما اداره فما حكم معناتها نقولوا احنا فما توجه واضح ترجي حاولت بشده على الحضور نتاعها وقت اللي الكاف قالت لها تلتزم باللعب لعبت ونقطه ورجع استر لابد اليوم الترجي بالجماهير نتاعو بالناس الكل بالمسؤولين ننساو هذا اللي صار كل ونركزوا على المباراه على خاطر باش تكون مباراه صعيبه ترجي لابد يعرف كيفاش يتعامل معاه باش ينجم يترشح للدوري القادم. وليد قرفاله منذ قليل في تصريح للديوان يقول الى حد الساعه هذه ما فهمناش علاش كانت العقوبات نتاع مباراه شبيبه القبيل بتلك القسوه لانه بالحق معنا اللي صار معنا في الشوط الاول واللي صار في الشوط الثاني ما بين الشوطين معنا يخلي الكاف انه تعتمد العقوبات هذه كلها علاش الاولاد نربطوا دائما في الموضوع انه بثقل التونسي وسط الاتحاد الافريقي لكره قدم. اوكي دكتور وديع الجريمة تواجد وكان قبل دافع وغيره وعمل برشا معناها حاجات باهية الكرة القدم حاول بين نجم الكل ولا حاول بين نجم ولكن اليوم الى حد الان علاش قتلوا انا وليد قتلوا وكأنه بالاتحاد الافريقي استنى ترجي بالدور حتى تصور سامحني اللي شفناه بشعة للامانة زادة شكونوا من الناس اللي وصلوا غاديك من اجا حاتم راهو باش نبداو واضحين تو بكري انا في المداخلة نتاعي وليد كان حكى لك الكلام هذا راهو ترجي وجماهير ترجي وقت اللي تحطت تحت الضغط نتاع العقوبة كانت ديسيبليني حقيقة مشيت للجزائر ديبلاسيت وما عملتش مشاكل في ملعب راس ما شعلوش حتى فلام كانوا ديسيبليني كانت الناس معناتها محترمه جمعيتها وتعرف فما اليوم بقدر قادر فيما بين زوز اشواط يهبط واحد يهبط انك المنشار ويشعل الدنيا ويشعل النار منين هذايا وكيفاش تتكسر منشآت نتاع صيانه في ملعب حمادي العقل ببيرادس بالطريقه هذيك ما تنجمش تقبلها ما تنجمش تصدق انه جماهير نتاع كوره نتاع الترجي التونسي ومحب نتاع الترجي ينجم يعمل عمله كيما هذا ليس تشجيعا على العنف وراه ما نبروش الاحداث اللي صارت ولكن علاش الكاف ما يشوفش دائما حتى المظالم التحكيميه اللي تعرض لها الفرق نتاعنا علاش الكاف ما شافش اليوم المنظمه التحكيميه اللي تعرض لها مثال نادي صفاقسي كنت ناظر بركان وانا كنت حاضر وشاهد عين على المقابله هذه علاش ديما الاتحاد الافريقي لكره القدم في اتخاذ القرارات التحكيميه ضد الفرق التونسيه دائما يكون ظالم ضد الفرق التونسية وأعي جيدا ما أقول في الأربع وخمسة أو ستة سنوات الأخيرة فرقنا التونسية في الأفريق قاعدة دائما يعني تنحاز معناها ضد الفرق التونسية. ثاني حاجة نقولها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بين قوسين مع فرق جنوب الصحراء راهي تكون عكس تماما وديما تكون ضد الفرق التونسية وضد فرق شمال أفريقيا دونك لهنا اليوم الشيء يولد برشا غضب مانيش نعاود نقولها مرة أخرى مانيش نبرر أفعال العنف وغيره ولكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يتغاضى ويتجاهل المظالم التحكيميه اللي تعرض لها فرقنا التونسيه في المسابقات الافريقيه ناصر. لا صحيح حاتم انا معاك 100% احنا من 2006 من كوفي كوجال انا نتذكر المباراه هذيك معناتها المباراه كنت متواجد فيها في الدور النهائي معناتها والظلم اللي صار على نادي صفاقسي وصار على برشا نوادي تونسيه صحيح راهو في وقت من الاوقات كما قلت انت حاتم ولا فما ظلم معناتها واضح بالنسبه للنوادي التونسيه خاصه خاطر في وقت من الاوقات زاد حاتم احنا بالامكانيات اللي عندنا بالامكانيات البسيطه بالظروف اللي عندنا بقله الملاعب بقله الموارد الماليه
النوادي التونسيه في وقت من الاوقات راه كنا نوصلوا لادوار نصف نهائيه ونهائيه وكنا ديما متواجدين بالظروف اللي عندنا الكل بالمعطيات اللي عندنا الكل بتبيعتنا باش نولي لوما باتر البلاد هذه الصغيره باللي فيها بالمشاكل اللي عندهم الكل لكن ديما متواجدين مالوروزمون ولات ولا الفرق التونسيه معناتها في كل مره ماذا بينا نقصوهم بلغه الكوره معناتها ما نجموش نقول حاجه اخرى ماذا بينا نقصوا من وجود التواجد نتاعهم في مراحل متقدمه هذاك علاش اليوم لابد اليوم نحاولوا نلموا رواحنا يا ودي راهو نجاحنا الكلنا مع بعضنا نجاح الرياضه نتاعنا في لمتنا الكل مع بعضنا نحاولوا نقربوا لبعضنا باش نجموا ننجحوا النوادي نتاعنا في نهايه الامر راهو نحكيوا على الفرق التونسيه راهو شرف الكل ملاعب يلعب كوره ولا ما يلعبش كوره ولا سيبورتير بالرغم انه بعد حزازيات ما بين النوادي وما بين السيبورتير هذيك خليها على روحها اما الناس احنا اللي لعبنا كوره ولا عشنا كوره ولا تنفسنا كوره لابد نحطوا مصلحه الرياضه في نجاح كل النوادي بدون استثناء. الاهلي المصري ناصر في 32 دقيقه لعب متعادل مع سيمبا التنزاني 0-0 المقابلة متاع اللي كانت فات بالتعادل الإيجابي 2-2 شنو المطلوب في مباراة العودة شنية التشكيلة وشنية الفورماسيون اللي ينزل بها للترجي وكيفاش ينجم يسجل ضد فريق مقبل حتى هدف في 9 مقابلات الأخيرة هذا الكل نحكيه فيه بعد شوية مع حسين الحاج علي في إكسترا تايم. صباح الخير تونس أبدأ صباحك برشا بوزيتيف فايبس وخوذ دوزة الكافيين اللي تعطيك الانرجي معايا أنا إيمان سكوحي من الاثنين للجمعة من 6 ل